بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. اقرا بنعمه المسيح المزمور رقم 70، وفي الاجبيه بيبقى ويانا رقم 69، وبنصليه في باكر: اللهم التفت الى معونتي يا رب، اسرع واعني. في نص الكتاب المقدس بيبقى النص مختلف قليلا في الترجمة العربي، لكن بنفس المعنى طبعا. اللهم إلي تنجيتي يا رب، إلى معونتي أسرع، ليخزى ويخجل طالب نفسي، ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون لي سرا، ليرجع من أجل خزيهم القائلون ها ها بالترياق يعني، وليبتهج ويفرح بك كل طالبيك، وليقل دائما محب خلاصك ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أسرع إلي، معيني ومنقذي أنت يا رب لا تبطئ. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. ابتديت من الأسبوع الماضي نتحدث عن العبارات التي نكررها في صلاة الشكر في كل مرة، ولما بنحط 7 أسباب نشكر عليها الله، وبنسميها إحنا النعم 7، النعم العامة التي يقدمها الله لنا كلنا ويقدمها لكل أحد بدون استثناء، الكبير والصغير، واللي عايش وله قدر من المعرفة، واللي معرفته محدودة، واللي معرفته عالية، والغني والفقير، واللي لونه أبيض ولا لونه أسمر، أو اللي بيتكلم لغة معينة أو لغة تانية. النعم دي بنشكر ربنا عليها، بنقول له يا رب نشكرك لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. وذكرت في المرة اللي فاتت إنها بنصليها بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، وكأن كل إنسان بيصلي بالنيابة عن الخليقة، وبنصليها كمان لها الطريقة اللي بنصليها في الليتروجية، صلوات العشية أو القداسات أو باقي المناسبات، بنصليها بالعربي وبالقبطي و المرضات بتاعتها، او بتصليها انت في البيت كده ورا بعضها دمكا. فهي صلاة بيصليها الاب الكاهن، وبتصليها انت كمان اب الكاهن ككاهن، وانت بتصليها كانسان مؤمن بتمارس حياتك الروحية. كلمتكم المرة الفاتة على نعمة الستر، ونعمة الستر دي لا احد في المسكونة يقول انا مش محتاج النعمة دي، مفيش حد. النهاردة هنتكلم عن النعمة التانية، وهي نعمة المعونة. المعونة في سفر أشعياء النبي يقول له ربنا وعد جميل، يقول له لا تخف لأني معك، لا تلتفت لأني إلهك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وعنتك وعضدتك بيمين بري، أنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون، تفتش على منازعيك فلا تجدهم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. ده في أشعياء 41. الله صاحب المعونة، وكلمة المعونة كلمة جميلة، ولو دققتوا فيها
هتلاقي لها معاني وأبعاد كتيرة خالص. أحيانا الواحد في حياته اليومية يقول أنا ما أقدرش أعمل الحكاية الفلانية دي، أو أنا ما أقدرش على العمل ده، أو أنا مش عارف أتصرف في الموقف ده، متحير أعمل إيه، أو أنا ما أقدرش أواجه فلان. بتيجي قدامنا كلنا العقبات ده هي، ويجي واحد يقول له طب صلي بس، صلي وربنا هيعدل الأمور أو يهدي الأمور بأي صورة. لكن الحقيقة من أكتر الكلمات اللي بنقدر نصليها وبتعتبر جزء من الصلوات السهمية العبارة ده هي: اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وأعني. ودي ممكن تصليها في أي وقت زي الصلاة القصيرة بالضبط اللي هي: يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ. لو جينا خدنا مثال عن معونة ربنا هنجي من أكتر الأمثلة المشهورة مثل داود النبي. داود النبي شخص كان آخر إخواته، جسمه ضعيف، اختاره صموئيل وابتدى عشان يمسحه، وابتدى يبقى هو اللي هيخلص في إسرائيل ويقود هذه المملكة. وداود إمكانياته ضعيفة جدا، هو راعي غنم وإمكانياته محدودة، وإن كان له حس مرهف وبيكتب شعر إلى آخر، وطبعا بيقول المزامير. وتعرض لتجارب كتيرة، أهمها أنه تعرض أن شاول يقتله. عشان تعرفوا في التاريخ، في التاريخ اليهودي القديم في 3 ملوك جم ورا بعض: شاول، داود، سليمان. وكل ملك قعد 40 سنة ملك، ودي بنسميها المملكة المتحدة. وكلمة متحدة يعني ال 12 سبط ويا بعض، 12 سبط اليهودي، لأنهم بعد كده انقسموا قسمين: 10 لوحدهم مملكة إسرائيل، و2 لوحدهم مملكة يهوذا. داود النبي الملك المشهور والمعروف، داود النبي اتعرض لتجارب كتيرة بما فيها ان الملك اللي قبليه شاول حاول يقتله واكتر من مرة، لكن داود جات له فرصة انه يموت الملك، ودخل عليه ولقاه زي نايم وقص جزء من الجبة اللي كان لابسها او الرداء الخارجي اللي كان لابسه. اسمع كده ربنا بيقول له ايه: هكذا قال رب الجنود، أنا أخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل، وكنت معك رحيما، وكنت معك حيثما توجهت، وقرضت جميع أعدائك من أمامك، وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذين في الأرض، وقد أرحتك من جميع أعدائك. ده وعد، وعد المعونة. وبقت معونة الله تسند داود لغاية ما صار ملكا، وحتى لما وقع في الخطية معونة الله سندته ودفعته للتوبة، وصلى أو ذكر أو صلواته في التوبة كانت من خلال المزمور، مزمور التوبة اللي بنردده: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. معونة الله كانت مع يوسف الصديق، مش هحكي الحكاية لأن معظمكم عارفها. يوسف الصديق كان في ضياع كاملا، اتباع من هنا واستخدم كعبد من هنا وخلاص ما عدلوش ذكر، ولكن يوسف الصديق بهذه المعونة صار الرجل الثاني في تاريخ مصر. برغم ايه؟ برغم لما تشوف تلاقي كل الأبواب اتسدت قدامه، كل الأبواب، حتى أبواب الأقرباء وأبواب الناس البعيدة. وتعرض لظلم شديد، ولكن الله كان بهذه المعونة يحفظ له نصيبا صالحا. طبعا شخصيات كثيرة في العهد القديم، لو أنت افتكرت وياي شخصية زي شخصية دانيال النبي
وعندما وضع في جب الأسود، وطبعا كانت نهايته هتبقى بعد دقايق قليلة، أسود جائعة وعددها كبيرة، وترملها دانيال، وكان معروف النهاية إيه. ولكن المعونة الإلهية التي امتدت أنقذت دانيال. ولما جه الملك يشوف الحال إيه، يرد دانيال ويقول العبارة الجميلة بتاعته: إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. أرجوكم تاخدوا بالكم من معنى هذه الكلمات. إلهي يعني إيماني، يعني يد إلهي اللي واقفة وياي حتى وإن كنت في جب الأسود. أرسل ملاكه يعني واخد باله مني جدا، وأرسل مرسول أو مرسل الملاك الذي يفوق قدرة. وجه الملاك، طب وهتعمل إيه حضرة الملاك؟ قال إلهي بعتني بتكليف رسمي إن أنا أسد أفواه الأسود. مين كان يفكر ان في حد هيسد افواه الاسود، او من يستطيع؟ ولكن المعونة الالهية امتدت من اجل اغلاق افواه الاسود. الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. ارميا النبي في العهد القديم ايضا بنفس الفكر، المعونة الالهية. يقول لارميا ايه وهو يبتدي الخدمة؟ ها قد جعلت كلامي في فمك، ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. المعونة الإلهية، المعونة الإلهية اللي خدمت الرسل. هم الرسل دول كان حلتهم إيه؟ دول جماعة صيادين وجماعة من بسطاء الناس، هي اللي سندتهم في الخدمة وسندتهم في العمل. المعونة الإلهية هي التي سندت الشهداء. الشهيد لما نيجي نحكي حكايته كده أو نقرأ الحكاية، نقول من يستطيع أن يتحمل كل هذا الألم أو هذا العذاب؟ طب إيه اللي سندهم؟ نعمة ومعونة إلهية خاصة في توقيت الاحتياج. زي ما قلت على الستر، ان لا يستطيع احد يقول انا مش محتاج الستر، اقول نفس الكلام عن المعونة. كل انسان فينا يحتاج معونة الله. ايه اهمية معونة الله في حياتنا؟ نحن نطلب معونة الله لانه هو القادر على كل شيء. الإنسان مهما كبر مهما تعاظم ولكن قدرته محدودة، وزي ما قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. والصحة اللي بيدهنا والقدرة اللي بيدهنا والفكر اللي بيدهنا، الأفكار اللي بيدهنا، كل دي هي تدخل تحت معونة الله للإنسان. عايز أقول لك إحنا كلنا كبشر نحتاج معونة الله لأنه هو القادر على كل شيء، والإنسان محدود القدرة. نحتاج معونة الله في الحياة الروحية. لما نيجي نشوف كده الحياة الروحية بمفرداتها، الكتاب المقدس، الصلوات، نظام الصلوات، الأسرار، الأصوام، ويمكن أكتر حاجة بتلاحظوها وياي النعمة والمعونة الإلهية التي يعطيها الله لنا خاصة في أيام الصوم الكبير. لو تفتكر وياي كده، الجماعة اللي كانوا بيرتلوا دلوقتي فكرونا بأيام كياك، أيام صوم الميلاد. في الصوم الكبير مع فترات الانقطاع، وفي نفس الوقت دي بتبقى فترة شغل وفترة دراسة في مدرسة أو في جامعة، وبعدين تيجي الكنيسة تحضر قداس متأخر، يطلع الساعة 3 وبعد 3، وتبقى طول النهار صايم ومن أول نص الليل، وبعدين تقدم للتناول وتحس بعدها بعدم الجوع، وبعدين حتى لما هتيجي تاكل بتاكل الطعام النباتي الخفيف ده في الطاقة بتاعته،
وتكون النتيجة هو إيه اللي عندي، إيه اللي مخليني كده قادر استحمل المعونة الإلهية. يقول لنا الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. ولما تخش المعونة الإلهية تقدر تضبط وتعين وتساعد الإنسان في حياته الروحية. ونرجع ونقول اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني في حياتي الروحية. موسى الأسود، موسى الأسود قديس التوبة، حياته اللي قبل توبته حياة مثيرة جدا، وحياة شهوانية جدا، وحياة خاطئة بالجملة. ولكن موسى، إيه اللي حولك كده من كل الشر اللي كنت فيه لغاية الصورة أنك تصير قديس وسيرتك حية ويانا لغاية النهاردة وإحنا في القرن 21 وإلى النهاية؟ إيه؟ طب إيه اللي حصل وياك؟ المعونة الإلهية. المعونة الإلهية وقفت مع موسى الإنسان الذي كان شرير، وعندما قدم توبة انسابت أو انسكبت نعم الله في حياته، فصار هذا القديس اللي نسميه القديس موسى القوي. نحتاج المعونة الإلهية في التوبة زي موسى الأسود أو موسى القوي، ونحتاج أيضا المعونة الإلهية في الضيقات. واحد كلنا بنتعرض، ندخل في ضيقات صغيرة أو كبيرة، أي ضيقة من الضيقات، ولازم نعرف أن كل ضيقة هي لخير الإنسان. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب كثيرة أو ضيقات كثيرة متنوعة. كل تجربة تمر على الإنسان الله يتمجد، والواحد يشعر فيها بالمعونة الإلهية أو بالنعمة الإلهية. طبعا في قصص كتيرة ممكن نستخدمها ونقولها، لكن في حالة ضيقة دائما بنحتاج يد الله تعمل. بنحتاج المعونة الإلهية في حال المرض، وكتير من الأطباء لما بيتابعوا حالة مريض يقول لك في تطور في الشفاء مش موجود في كتب الطب، هو إيه اللي حصل؟ وإحنا كده باللغة البسيطة بتاعتنا نقول ده في معجزة حصلت ويا فلان، وطبعا نؤمن بالمعجزات، لكن المعونة الإلهية تساعد الإنسان حتى في المرض. وبنطلب إيد ربنا إنه يتمجد، وقصص تدخل الله بمعونته وبيده في حال المرض قصص كثيرة للغاية. نحتاج المعونة الإلهية كمان في الخدمة. هو الخادم ده يعرف يعمل إيه؟ الخادم بإمكانياته محدودة وإمكانياته على قده، أي واحد، وما فيش خادم يقدر يقول العبارة اللي هي المثل الغريب اللي يقول يا أرض تهدي، عارفينه المثل ده؟ في خادم يفتكر نفسه في أي مستوى من مستويات الخدمة إن لولا الخدمة، ولو اختفى على الخدمة الدنيا هتنتهي يعني. في واحد كده، وفي واحد يبقى مسيطر، مسيطر على مكانة الخدمة اللي فيه، والكنيسة تطول بالها والعمل اللي موجود يطولوا بالهم. عشان كده من الحاجات المهمة لازم نتعلمها في حياتنا دايما عملية التغيير. حتى الشجر بيعلمنا كده، تلاقي الشجرة تيجي في فصل الخريف توقع ورقها، فصل الشتاء تنشف، في فصل الربيع تبتدي تظهر، في فصل الصيف تطلع ثمر. تغيير، تغيير على طول. فالمعونة الإلهية تستطيع أن تعمل مع كل إنسان. مين فينا كان يقول إن اللي اسمه، مجرد اسمه يرعب الإنسان في المسيحية الأولى يصير أعظم كارز؟ بولس الرسول
شاول. ده كان اسمه اسم مرعب، لدرجة عندما رضي وكان موجودا برجم استفانوس والمسيحيين من ألمهم الشديدة هربوا من أورشليم راحوا نواحي دمشق، راح وراهم. وبعدين في الطريق كده يعني بتعبير اصطادوا المسيح، ولما يصطادوا قال العبارة الجميلة بتاعته: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ قال له: خلاص بقى ما دام انت سلمت انا هدي لك بقى النعم اللي عندي، هدي لك المعونة، هقف جنبك. وبولس الرسول عرف الكلام ده او عرف المسيح في نص حياته الثاني، يعني هو عاش حاجة وستين سنة، النص الاولاني يضطهد كنيسة الله بإفراط، طب النص الثاني يكرز باسم الله باتساع لدرجة يسموه عملاق الكرازة، ويصير بولس الرسول ويكتب رسائل في أسفار في الكتاب، ويتنقل من بلد لبلد ويتعرض لتجارب شديدة. وفي نص حياته النص الثاني، النص ده يبذل ويخدم بما يفوق الوصف. إيه اللي حصل فيك؟ قال: المعونة، المعونة، الله استخدمني، كنت أداة للاضطهاد، صرت أداة للكرازة وللخدمة. وبولس الرسول كان نموذج للرسل، كل الرسل كده. هو ماري مرقس لما جانا في مصر كان حلته ايه؟ ولا حاجة خالص، ولا كان عنده حساب في البنك، كانش فيه بنوك ساعتها، ولا كان عنده امكانيات باي نوع، ولا عنده وسائل مواصلات، ولا عنده شيء خالص، ولكن اعتماده على المعونة الإلهية جاء إلى مصر وبشر. والنهاردة لما يجي يشوف النعمة الإلهية ماذا صنعت في حياة مصر وفي غير مصر وانتشار الإيمان بالمسيح في كل مكان. اسمع كده، يقول: في ضعف الإنسان الروح يعين ضعفاتنا. يعني المعونة الإلهية دي تعين ضعف الإنسان. بس أذكر، أذكر وتذكر أن يد الله تعمل. أحيانا الواحد فينا بيظن أن ربنا في السماء وإحنا على الأرض، وإحنا هنا على أرض الشقاء. أحيانا الإنسان يبقى نظرته كده. وأحيانا الإنسان يظن أن ربنا نسيه، والتفكير ده وقع فيه حتى داود النبي، وقع فيه، قال عبارات كتير عن الله نساه. لكن اعرف كده العبارة الجميلة اللي بتقول: لنا هذا الكنز العظيم في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لمنا. وعايزك تتخيل كده، لنا هذا الكنز العظيم اللي هو المعونة الإلهية، هذا الكنز في أواني خزفية اللي هي أجسادنا وحضورنا. الإنسان ده عامل زي الإناء الزجاجي، أبسط حاجة تخبطه، أبسط حاجة ترقده. لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. يعني المنظر بتاع الإنسان أنه ضعيف جدا، لكن إيه؟ زي الإناء الإزاز أو الخزف، لكن جواه الكنز، يد الله التي تعمل والمعونة الموجودة تقوم تشتغل بالإنسان الضعيف ده وتحقق ليكون فضل القوة لله لا منا. طبعا أنا قدامي أسماء كتير، لكن زي ما الله يعين الإنسان نحن أيضا نحتاج معونة بعضنا البعض، إحنا البشر. وزي ما بيصلي: اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. ربنا بيسرع بإعانة الإنسان من خلال آخرين.
يقول لك انا رحت النهاردة الموضوع الفلاني وربنا كان مسهلها خالص. يوقف لك ناس، يسهل لك امور، ما تبقاش على بالك تلاقيها عملية ماشية كويس خالص. اسمع بولس الرسول يقول ايه؟ ليعطي الرب رحمة لبيت أنسيفوروس، لأنه مرارا كثيرة أراحني ولم يخجل بسلسلتي. كان بولس الرسول في السلاسل تحت التحفظ، كويس؟ طب مين اللي ريحه؟ واحد قبله اسمه أنسيفوروس، فيتكلم عليه ويذكره في رسائله، ليعطي الرب رحمة، بيصلي البيت لأسرة أنسيفوروس، لبيت أنسيفوروس، لأنه مرارا كثيرا أراحني ولم يخجل بسلسلتي. طبعا واحد في السلاسل يعني متهم، كل الناس تبعد عنه، لكن لم يخجل. طب كان يعرفه منين؟ كانش يعرفه، لكن الله أرسل معونته من خلال أنسيفوروس. بولس الرسول كان في شماسة في كنيسة كنخرية تبع كورنثوس، كانت بتساعد بولس الرسول، اسمها الشماسة فيبي، وكانت تعتبر بمثابة ابنة روحية له، وكانت تساعده، ويقول عليها كده في رسالة روميا، وصارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضا. قدمت المعونة بتاعت الله في حياة القديس يوحنا ذهبي الفم، وده من القديسين المشهورين جدا. يوحنا ذهبي الفم في يوم منع الإمبراطورة من دخول الكنيسة، ليه؟ لأنها اختصبت حقل إنسان فقير، فمنعها من دخول الكنيسة. فكانت إمبراطورة شريرة، فوقفت أمامه بالمرصاد وأرادت أن تنهي حياته، بس في نفس الوقت مش عايزة تبان إن هي اللي في الصورة، فابتدت تنفيه في بلاد بعيدة جدا، بتنفيه. وخلت، هو كان مريض، خلت النفي، طبعا زمان ما كانش فيه طرق ممهدة ولا وسائل مواصلات سهلة ولا حاجة، فطول ما هو بيركبوا العربية اللي بتجرها الخيل عمال يترج فيها. وفعلا في نهاية الرحلة ده أو في نهاية النفي ده تنيح. مين اللي كان ده كان البطرك، كان بطريرك. مين اللي كان بيوصل رسائله لشعبه؟ كانت شماسة اسمها أولومبياس، وكانت مثال لمعونة الله، وما كانش حد يعرف مين هي دي اللي بتنقل الرسائل. كانت الشماسة أولومبياس مثالا للابنة الروحية الساهرة في رعاية القديس، القديس يوحنا ذهبي الفم، وكانت بتدبر له الأدوية والأغذية عشان تقف جنبه. هو ما كانش في باله الكلام ده خالص، لكن الله أرسل معونته من خلال هذه الشماسة. عشان كده معونة البشر للبشر ظهرت في أمثال كتيرة. يعني مثلا كلكم تعرفوا المثل اللي بيقول الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، يعني قبل ما تروح تشوف مكان تسكن فيه شوف مين الجار، لأن الجار ده اللي هيقف جنبك. وقالوا كمان الرفيق قبل الطريق، الرفيق قبل الطريق، هتمشي في سكة مين هيمشي وياك؟ مهما كان الطريق جميل لكن مش هتمشي لوحدك. وقالوا كمان الصديق عند الضيق، لما يبقى اعرف صديقي ازاي؟ لما يقف وهي في دقتي يقدم لي المعونة، الله يسخره من اجل كده. اما واحد بيتصاحب عليا وقت الضيق يسيبني، ما يستاهلش انه يكون صديق. وهكذا امثلة كثيرة ممكن ان احنا نلاقيها في وسط الحياة اليومية، كيف يدبر الله معونته من خلال بشر إلى بشر، من خلال البشر لبشر. أنا فاكر مرة زمان لما رحت أسافر دولة
بعيدة شوية. وبعدين لما وصلت لغاية المطار قالوا لي باسبورك ما ينفعش تدخل الدولة دي. ليه يا جماعة؟ قالوا لي باسبورك فاضل فيه شهر، والدولة دي فيها قانون ان لازم يكون الباسبور صالح لست شهور على الاقل، ومشوار بعيد خالص يعني حوالي 10 ساعات من مصر. طيب وبعدين اعمل ايه؟ قالوا لي ترجع، ترجع بلدك يعني. فطبعا انا وقفت مش عارف اعمل ايه. فربنا سخر كده انسانة كانت من جنسية تانية خالص مش من البلد دي، قالت لي طيب ممكن ناخد نصيحة الرئيس بتاعي؟ قلت لها اتفضلي. فراحت للرئيس بتاعها قال لها مش عارف اخد ايه القرار. فقال له طب هنطلع للليفل الاعلى. فراحوا الليفل الاعلى فقالوا طب هنديله يعني اذن بالدخول من غير ما نختم الباسبور بتاعه، بحيث انه يغادر في اليوم الفلاني اللي هو قبل نهاية الباسبور بيوم وخلاص، وتسهلت الحكاية. في حين ان حسب قوانين البلد مفروض ان انا ما ادخلش. عايز اقول لك ان الله يدبر في حياة البشر امور كثيرة خالص. عشان كده الآية اللي بتحبوها ملقين كل همكم عليه وهو يعتني بيكم. ملقين كل همكم عليه. عايزك تاخد بالك ان احيان وعود الكتاب المقدس ما تبقاش حاضرة في ذهننا، ننساها. خد بالك، خلي كلمة ربنا حاضرة قدامك باستمرار. ملقين كل همكم عليه وهو يعتني بيكم. كان زمان الكبار فينا يفتكر كانت مصر فيها مشروع اسمه معونة الشتاء، كان لها طابع كده معونة الشتاء، بيجمعوا مبالغ، طابع مش عارف كان ب5 ساغ ولا ايه، المهم ده يجمع حصيلة يشتروا بيها بطاطين عشان يقدموها للناس المحتاج. ده كان مشروع مستوى الدولة من ايام الرئيس جمال عبد الناصر. واحيانا نقول على العذراء مريم سيدة المعونة، وأحيانا نسمي بعض الجمعيات يسموا بعض كده يد المعونة، hand of help، يد المعونة، عشان تستطيع أن تقتني معونة الله وتتمتع بيها. قدامك 3 مجالات مهمة جدا. أولا صلواتك باستمرار عشان من خلال الصلاة يسكب الله معونته. صلواتك، عشان كده كنيستنا مليانة بأشكال وأنواع من الصلوات. الحاجة التانية إنك باستمرار كن إنسانا متضعا، كن إنسانا متضعا. يقول لي كده الله يقاوم المستكبرين. اوعى تكون ما بتصدقش الكلام ده، اوعى تكون بتمر على الكلام ده مرور الكرام كده. الله يقاوم المستكبرين اما المتواضعون فيعطيهم نعمة. دي في رسالة بطرس الاولى اصحاح 5 عدد 5، آية من الآيات المهمة. الاتضاع ايضا قناة تنسكب فيها معونة الله لك. طول ما انت بقى متكبر ولا مستكبر فيها، طيب اشتغل بقى لوحدك بعيد عن ربنا. اما الانسان المتضع والذي يشعر باحتياجه لنعمة الله ومعونته، اما المتواضعون فيجدون نعمة. تلاقي رصيد لك عند ربنا يسكبه في احتياجك. كمان مش الصلاة والاتضاع، ايضا الاجتهاد. اجتهادك في عملك، في دراستك، في خدمتك، في مسؤولياتك، في منصبك، اجتهادك. هنا ما ينفعش الفهلوة، عملية الفهلوة ما تنفعش، ما تمشيش ويا ربنا. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، الحرامي لما بيجي يسرق بيقول ايه؟ هو بيطلب ستر ربنا حتى في الخطأ، ويمكن ربنا يسترها عليه. انا اتذكر مرة انسان قابلته من فترة كده، ودخل علي على مكتبي في دمنهور وقال لي انا هربان من السجن. قلت له هربان ازاي؟
قال لي انا عملت كل انواع الجرائم وما حدش مسكني، وبعدين جيت في جريمه اتهمت فيها ودخلت السجن. فقعدت اتكلم وياه وناخد وندي ويا بعض، وهو يعني من مكان معروف. وبعدين في الاخر قلت له هتفضل هربان لغايه امتى؟ انت تخرج من هنا وتروح تسلم نفسك، على الاقل ده يحميك من اي تطويل في مده السجن. وفعلا سمع الكلام، وبعد كده الامور بتاعته اتحسنت. اجتهد، اجتهد في حياتك، واعلم ان النعمه لا تاتينا ونحن مستلقين على ظهورنا. واحد نايم كده هتجيله النعمه تعمل ايه بقى؟ ان شاء الله كلكم بتحبوا الايه دي، اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده. النجاح هنا هو معونه الله. نشكرك يا رب لانك اعنتنا كلنا. واشعر بالنعمه والمعونه التي يقدمها الله لك في كل يوم. ودايما خلي لسان حالك التدريب بتاعك اللي تاخده الايه الجميله فاتحه هذا المزمور رقم 70، اللهم التفت الى معونتي يا رب اسرع وعن. كررها باستمرار وخليها من الصلوات القصيره لالهنا كل مجد وكرامه من الان والابد. امين. الليلو يا زوك سبتريك ايوك اجيوب نيب ماتي كنك ايك انا استوني انا عامل تلوشي بولي قوي مجي وبن شوي سيسوس بخريستوس اسموني موي مفيارو ماريبك أوين صوت بك لا صوت يمون وانينا نا كيشيت خيري سموي سيستيمت اوي بنتي من شي سيدك تيمت خلو انت يا كوبينو خلا انت ماتو سلام بقدر صوت بنتي داوي يسوفي انت سولومون بابن بمان برك ليتم في طفي جيني ابو والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عيون غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا. امين بخريستوس بالنوت. امين سيشوبي. ايها المسيح الى هنا ملك السلام اعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. قدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد والان محبه الله الاب ونعمه الابن وحيد شركه وموهبه وعطيه الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب ومع روحك ايضا.